تحت وطأة الحرب بات الوضع الإنساني يأخذ بعدا كارثيا يعاني منه الملايين في البلاد في ظل سلطة الميليشيا. ومع مرور 3 سنوات من الانقلاب باتت انتهاكات الميليشيا تزداد من يوم لآخر، خصوصا بعد فرض سيطرتها الكاملة مؤخرا على العاصمة صنعاء بعيد مقتل حليفها السابق علي عبد الله صالح. تداعيات الحرب في البلاد تسببت أيضا في انهيار المنظومة الصحية والخدمات العامة بشكل عام، بالإضافة إلى انهيار الأعمال وتوقف الوظائف العامة والخاصة وتعثر مصادر الدخل للمواطنين، ما تسبب في خلق أزمة إنسانية حادة. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أكدت في تقرير لها أنها رصدت 903 حالات انتهاك في اليمن خلال 3 الأشهر الماضية من العام الجاري، وتضمنت الانتهاكات استهداف المدنيين وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي والتهجير والقتل خارج نطاق القانون. وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة الشرعية أكدت أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي جرائم لا تسقط بالتقادم، داعية في بيان لها المنظمات الدولية والمحلية إلى توثيق ورصد الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنها لم تلقى استجابة تذكر من طرف الميليشيا التي تواصل جرائمها ليس بحق المواطنين فقط، بل وحتى أسرى الحرب.